الناس بتتلخبط دكتورة نانسي ما بين الأفعال الخادشة وما بين الاغتصاب وما بين التحرش وما بين هتك العرض، هل كلها واحد ولا في فروقات في طبعا في التشريع؟ فروق جوهرية، طبعا في فروق جوهرية بين كل اللي احنا اتكلمنا عنه ده. يعني بداية التحرش، عايز اقول لحضرتك على حاجة، يعني تم تجريمه في مصر من سنة 50، لكن تحت مسمى خدش حياء انثى في الطريق العام. يعني مصطلح التحرش ده في حد ذاته عرفناه يمكن بعد تعديل المادة 306 فقرة ألف وفقرة ب مكرر من قانون العقوبات سنة 2014، لكن قبل كده كانت الظاهرة دي بيتم تجريمها وبيتم معاقبة الجاني لكن تحت مسمى خدش حياء أنثى في الطريق العام. هتك العرض بقى قصة تانية. خدش حياء أنثى أولا معناها إن مثلا واحد بيعاكس واحدة معاكسة أو مغازلة، دي بنسميها يعني نقدر نقول ان هو تحرش باللفظ. لكن هتك العرض طبعا اذا ما استطالت يد الجاني الى اي جزء من اجساد جسد، اي جزء من اجزاء جسد المرأة، في الحالة دي هنا بتتحول هنا الجريمة ما بين التحرش الى هتك العرض، ومن جنحة الى جناية. يعني هتك العرض مش يعني عقوبته طبعا اخطر، يعني وهتك العرض ده عقوبته بالنسبة اكثر. للرجال والسيدات، يعني مش قاصر على طبعا الرجال طبعا، بس. يعني هقول لحضرتك على حاجه، يعني غير متصور ان انا اقول مثلا ان في رجل تم ان هو مثلا تم التحرش بيه او اسفه يعني تم اغتصابه، لا، لكن انا بتكلم بالنسبه لنفس المسمى ده بالنسبه للرجل يبقى هتك عرض، مش اغتصاب ومش تحرش. يعني طبعا لكن كان في فترة من الفترات كنا بنتكلم عن جريمة التحرش بشكل كبير جدا، مش عارفة، ربما كان في ظروف خاصة بيمر بيها المجتمع أظهرت الشكل المش متعارف عليه ده في المجتمع المصري يعني. وكان في حملات، حتى كان في يعني رافض كده ماشي متوازي مع القانون وعقوباته، خاص برقابة المجتمع، وكان في بعض الجمعيات ظهرت ونادت بأن احنا هيبقى لينا دور زي امسك متحرش وهكذا، في يعني حملات كتيرة قوي اتكلمت عن الموضوع ده فعلا. حملات كتيرة منظمة. قوليلي بس، التحرش هو نفسه بيندرج تحت مسمى الفعل الخادش للحياء ولا حاجة أخرى ولا ليه أمر صور، آخر هو يعني؟ ليه صور كتير، يعني هو ليه صور كتير. المادة 306 فقرة ألف في بعد تعديل 2014 عرفته، قالت كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مكان متروك بإتيان أفعال أو التلميحات ليها طبيعة إباحية سواء بالقول أو بالفعل أو بالإشارة. في حاجة اسمها التحرش اللفظي زي ما أنا لسه قايلة يعني منذ قليل. يعني التحرش ده يندرج تحت فكرة الأفعال الخادشة للحياء طبعا طبعا ولا ده أمر آخر؟ ده أول مظهر من مظاهر أول مظهر. التحرش. طيب حضرتك قلتي لي إنه سواء إيحائي، تلميح، حتى لو بالإشارة. قول، فعل، إشارة، تمام. في مكان عام أو في مكان خاص، تمام؟ أو في مكان متروك. أو في مكان إيه فني؟ متروك يعني إيه بقى؟ يعني بيرتادوا جميع الأشخاص بدون تمييز. تقدري تقولي مثلا زي الأتوبيس مثلا، ولو المواصلات العامة هو دي على لحاجة فكرة احنا لو هنتكلم عن مختلفة. التحرش، لا 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 طبعا ممكن يحصل، طبعا بيحصل في وسائل المواصلات طبعا، لأن هي دايما بتبقى مزدحمة مكتظة بالأفراد. بيحصل في الشوارع، لا، بيحصل أنا في أعرف المياجين. إن ليها تشريع خاص أو عقوبة خاصة، ده دلوقتي مظبوط؟ دلوقتي ليها. أيوه. بيحصل في المدارس والجامعات، يعني يمكن اخر احصائيه دلوقتي، يعني اخر احصائيه حسب الدراسات العالميه قالت ان اكبر نسبه تحرش بتحصل في المدارس والجامعات. فمتصور حدوثه في اي، يعني في اي سواء الاماكن العامه او الاماكن الخاصه، يعني ممكن يحصل مثلا في الكافيهات، ممكن يحصل في يحصل في أي الشوارع. مكان، قول أو فعل أو إشارة. حضرتك قلتي حتى الإشارة، حتى الاشاره. الإيماءة، يعني ده يعتبر شكل من أشكال التحرش، مش بس إنه يبقى فيه تلامس جسدي، يعني مش بالضرورة يبقى فيه تلامس لا، جسدي. ما هو ده اللي احنا بنسميه بقى يعني لو اتكلمنا مثلا عن القول او بالاشاره، زي مثلا بقول لحضرتك مثلا المغازله، ان ممكن واحد مثلا يعاكس واحده وهي ماشيه بدون حدوث اي تلامس، ده في حد ذاته تحرش. تمام. بس التحرش باللفظ او بنسميه بمعنى اصح خدش حياء انثى، خدش وخدش حياة. حيائها باللفظ اللي هو قاله. تمام. طيب هو يعني حضرتك برضو اكيد كنت متابعة معانا، كان في الوقت اللي كان فيه
يعني تركيز على هذه الجريمة. كان في الحقيقة منطق غريب قوي بيترد بيه على الموضوع ده، طب ما هي لابسة قصير، طب ما هي مش عارفة حاطة ميك اب كتير، طب ما هي ماشية بالليل طب قوي يعني، فطب ما هي يعني مش ملتزمة وهكذا. هل هذا يعني هل هذا الحديث وهذه التبريرات تأخذها المحكمة بعين الاعتبار كمبرر لا اطلاقا، يبيح لا فكرة اطلاقا، التحرش؟ لا طبعا لا. بس احنا مش في غابه. بعدين مساله اللبس دي في حد ذاتها يعني المساله دي حريه شخصيه، اللبس في حد ذاته الملبس حريه شخصيه. وبعدين هي المساله كمان نسبيه، يعني بتختلف من مكان لمكان. يعني انا مثلا وانا في المصيف لابسه لبس معين مش هنزل بيه الشارع، او مش همشي بيه مثلا اروح الكليه اروح شغلي. يعني كل مكان ليه طبيعة معينة، طبيعة خاصة واجب عليا ان انا احترمها، لكن مش مبرر ابدا ان انا لابسة قصير او ان انا لابسة ضيق ان انا اكون عرضة للتحرش. يعني في حضرتك انا عايزة اتكلم عن مشروع قانون، يعني هو قوبل بالرفض في الوقت الحالي، كانت قدمت بيه احدى نائبات مجلس النواب من فترة. يعني كانت بتتكلم، القانون كان اسمه او مشروع القانون كان اسمه الذوق العام في الملبس، وتم رفضه من الاستاذ الدكتور طبعا الدكتور علي عبد العال رئيس ايه مجلس الذوق العام في النواب. الملبس يعني؟ كانت مقدمه مشروع قانون على اساس ان احنا نحدد لبس بشكل معين. صعب قوي ده، جدا ده جدا ايه ده؟ جدا يعني ده ورفضوا فكرة طبعا، الحريات يعني. طبعا لان ده بيتنافى اولا مع الحريات الشخصيه. حاجه طبعا كمان، انا لو هطبق، هنفترض ان انا هطبق القانون ده، يعني اولا في صعوبات بعد كده هتحصل. ما هو دايما الصعوبه من اي قانون بتحصل بعد التطبيق. وايه الهدف منه؟ الهدف منه ان هي الهدف ان هي تقضي على ظاهره التحرش طب ما وما في شابه. في بنات محجبات وملتزمات على طبعا فكرة طبعا بيتم تعرضوا بقى. التحرش بيهم بشكل او بعدين باخر، انا اذا لو المشكلة هطبق مش ابدا في مشكلة طبعا يعني اللبس او مش مشكلة الاخر، هي مشكلتي انا، طبعا تربيتي انا، اخلاقياتي انا، طبعا انا دايما التزامي انا، طبعا. مش التزام الاخر، هو التزامي انا. بعدين احنا كمصر يعني دوله جاذبه للسياحه، عندي اجنبيات مثلا موجودين، فانا لو هطبق القانون ده يعني لا، وحتى المصر ده يعني في حتى حاله المصريين اقراره والتصديق عليه يعني والعمل بيه. لو انا هطبقه على الفتيات المصريات، طب الاجنبيات هيبقى وضعهم لا، ايه؟ والمصريات لا ليه يعني، والمصريات يتم تحجيم حرياتهم، ده امر ما هو ده غريب تاني يعني. سبب بعد طبعا طب الحمد تحجيم لله يعني الحريات. حسن ما طبعا فعل طبعا يعني دكتور علي يعني، طبعا من باب الحمد لله التحية اكيد. الحمد لله. طيب اذا فكرة التحجج بعدم التزام او اللبس المبالغ فيه او الزينة المبالغة فيها للانثى، ده ما بيبيحش ابدا فكرة التحرش لا طبعا. باي شكل من بعدين انا الاشكال. شايفه ان ده دور البيت برضه، يعني بعيد عن القانون خالص. يعني اللي عايزه تلبس قصير، اللي عايزه تلبس طويل، يعني ده يعني طالما الاب والام، دي بقى مساله يقدر يتحكم فيها الاب والام اكتر من القانون. تمام. قولي لي بقى حضرتك في فكرة الإثبات، أنا طول الوقت بيهمني فكرة الإثبات، اه لأنه طبعا وارد جدا إن السيدة أو الرجل يتم التحرش بيه أو التحرش بيها في مكان مغلق مثلا، طبعا حد ماشي وراها بيعاكسها، ولما يجي تقول له إيه اللي أنت بتقوله، ما اتكلمتش معاها، ما قلتلهاش حاجة. طبعا. تمام. ففكرة الإثبات دي برضو فكرة صعبة، إثبات المسألة إلا إذا دي كان بقى تحرش مفضوح يعني، مفضوح في تحرش مكان بشكل علني في مكان واضح عام. علني، أو إنه في من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بقى يعني مكتوب، فأنت تقدري تاخدي سكرين شوت منه مثلا تمام أو تبلغي يعني. عنه، ولو إن الموضوع ده برضو ليه كلام هناقشه معاكي، تمام لكن هي مشكلة فعلا بالنسبة للأماكن الخاصة. طبعا. بس انا عشان كده بطالب ان انا بانتشار يعني عارفه المشكله في الكاميرات او في المراقبه نفسها، هي وسيله الاثبات في الحاله دي. يعني مثلا ما فيش رساله مكتوبه، مثلا رساله نصيه مكتوبه اقدر اخد عليها، فهي المساله كلها ما فيش شهود اثبات برضه، فهي على ان المكان مغلق. مكان مغلق. فهي الكاميرات هي احسن وسيله لاثبات طيب هذا الفعل في هذه النقطة دي الظروف. بس أنا عايزة أناقش حضرتك في اتفضلي. قضية يعني مهمة قوي إن احنا لازم نناقشها في الوقت ده، لأنه مع التطور التكنولوجي اللي حاصل وإمكانية التصوير بأريحية، يعني كل الناس معاها دلوقتي طبعا تليفونات تقدر إن هي تصور بشكل كويس، حتى اللي معهمش تليفونات غالية قوي بقى متوفرة بشكل كبير. مظبوط فكرة ان انا اسجل المكالمة بتاع اللي جاية لي بقت فكرة متاحة جدا، ما بقاش فيها اي مشاكل، ورغم كده انا ما بقدرش استعين بيها، لانه ده يا اما في احسن الاحوال بيعتبروها قرينة مش دليل،
او في اسوأ الظروف ممكن حد يتهمني ان انا بسجل بدون اذن نيابة، وابقى انا بدل ما انا الضحية انا المتهمة، هو فعلا فعلا او ان انت ازاي تصوري هذا الامر رغم انه جواه مضمونه او فحواه جريمة الا انك ما خدتيش تصريح من النيابة. طبعا. فبس انا عايزة اناقش حضرتك في الموضوع ده، نقف وقفة بس فيه وبعد كده نشوف احنا ايه اللي مطلوب مننا يعني كمهتمين بالامر القانوني من اجراءات لابد ان يتم اتخاذها في الوقت الحالي يعني. بس استاذن حضرتك نروح للتقرير ونرجع مرة تانية. التحرش دي آفة جديدة على المجتمع المصري. التحرش بيجي نتيجة العديد من يعني العوامل، منها على سبيل المثال ارتفاع معدل سن الزواج، منها الظروف الاقتصادية، منها التربية غير السليمة بالنسبة ل يعني الشباب. طبعا لو تمسكنا بديننا وتمسكنا بعاداتنا وتقاليدنا أعتقد أن هذه الظاهرة البغيضة التي يعني يرفضها الدين وترفضها العادات والتقاليد سوف تختفي من المجتمع المصري. الاخلاق بتاعت الشباب بتاعت دلوقتي كانت الواحده تمشي عادي، كان زمان في مثلا اللي هو الفساتين، الملايه، اللف قصير، ميني جيب، حاجات كتير قوي. دلوقتي احنا يعتبر احنا مش بنلبس الكلام ده كتير وبنمشيش في الشوارع العامه بالطريقه دي، بس الاخلاق والتربيه هي من الاساس زي ما احنا قلنا في الاول اللي هو الكذب، ازاي يعني النشأة من الأساس هي اللي بتخلي الواحد يطلع مش كويس ويبتدي يتحرش بده وبده وبده. نسبة العنوزة كترت، نسبة الطلقات كترت، ودلوقتي تحس إن البنت غصب عنها والشاب غصب عنه برضه، إن هو ما فيش جواز، ما فيش إمكانيات بالنسبة للشاب والشابة عشان يتجوزوا. فبالنسبة للشاب والشابة معذورين أولا وأخيرا يعني. بالردع بصراحة، بالردع يعني، لازم يبقى في حاجة قانون يجرم كده. احنا حاليا ما فيش قانون بيجرم كده يعني، اللي هو خفيف. لا التحرش ده قصة كبيرة بقى، احنا هنواجهه من البيت الأول. ما هو من البيت بيطلع شاب فلاتي وبيطلع واحدة مثلا لبسها مش محتشم. في ناس بقى بتقعد تقول والله ده العيب في اللي بيبص، وواحد تاني يقول لا ده العيب في اللي لابسه. هو الاتنين غلط. اولا الناس تعرف المبادئ الاول، تعرف الصح من الغلط، والمفروض يكون في عقوبه. بس هتيجي تعاقب طفل صغير بيتحرش هتقولي له ايه يعني؟ هتحبسيه؟ ما هو يعني الموضوع كبير بصراحه واكبر مني ان انا اتكلم فيه او ان انا اقول مثلا علاجه او كده. بس انا شايف من وجهه نظري البدايه من البيت. حضراتكم في بعض بس الموضوعات اللي احنا لازم نتكلم عنها على اعتبار ان احنا متفقين ان القانون كائن حي بيجدد نفسه بنفسه، يرفض يموت، لازم بيبقى متطور مع يعني معطيات ومفردات المجتمع اللي بقت مسلمات يعني. فايه راي حضرتك في الكلام اللي انا قلته قبل الفاصل؟ اما انا لنا الاوهام ان يكون هناك اجراء، انا مش عارفه هو ايه يعني. انتوا كرجال قانون طبعا، رجال بتنسحب على الرجال والنساء يعني طبعا، شايفين ان يعني ايه رايك اصلا في الموضوع؟ بعد كده شايفه انت احنا ممكن نحل الموقف ده ازاي؟ انا بس هتكلم الاول، هتكلم عن نصوص المواد الجديده اللي هي بعد تعديل 2014 قالت ايه، وبعدين هقول لحضرتك رايي. اتفضل. انا عندي نص الماده 306 مكرر فقره الف وفقره ب، تم تعديلها من قبل المشرع المصري سنه 2014 لتتناسب مع نص الماده 11 من الدستور المصري. النص ده بيلزم الدوله ككل ان هي تحمي المراه ضد جميع اشكال العنف. طيب التعديل ده عمل ايه؟ التعديل ده اضاف ماده بتعاقب على فعل التحرش اول حاجه. الحاجه الثانيه انشاء اداره لمكافحه العنف ضد المراه، ده برضو حاجه كويسه جدا. طيب ايه هي العقوبات الجديده دلوقتي؟ العقوبات دلوقتي ان كل من تعرض للغير، زي ما انا لسه قايله من شويه، كل من تعرض للغير سواء في مكان عام او خاص او متروك باي افعال او اي اقوال او اي اشارات تحمل او يكون ليها طبيعه اباحيه بيعاقب بالآتي: بيعاقب بالحبس أو بالغرامة أو بإحدى، يعني بالحبس أو بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبات. يعني الحبس اللي هو 24 ساعة 3 سنين؟ لا، الحبس المدة ما بتزيدش عن 6 شهور. طب بالنسبة للغرامة ما بتقلش عن 3000، ما بتزيدش عن 5000. طيب العقوبة دي بيتم تشديدها إمتى؟ لو كان في ملاحقة من الجاني للمجني عليها. اذا كان بيلاحقها بيتتبعها مش وراها بقى، مش وراها. هنا عقوبة الحبس بتبقى لا تزيد هنا عن سنة،
وعقوبه الغرابه هنا في الحاله دي ما بتقلش عن 5000، ما بتزيدش عن 10000 او باحدى هاتين العقوبتين. انا بقى ليا رايي انا الشخصي، انا ليا يعني ليا تحفظ على العباره الاخيره دي، لان هنا الحبس هنا ايه العباره الاخيره دي اللي هي او باحدى هاتين العقوبتين. دايما الواقع العملي اللي بيحصل فيه ايه؟ بيحصل ان المحكمه بتقضي بالغرامه وبس، مفيش حبس. فهنا الحبس هنا جه تخييري، ما جاش وجوبي. فانا بطالب بتغليظ العقوبه وجعل الحبس هنا وجوبي بدلا من انه تخييري. بطالب بحذف العباره دي تحديدا اللي انا لسه قايله عليها، على انا عارفه حتى لو شهر واحد طبعًا. يعني ده هيبقى فيه هيحقق الرادع العام والرادع الخاص. طبعًا. الرادع الخاص للنفس حتى شهر، والرادع العام لكل من تسوى له نفسه بالقيام بهذه الجريمه. يعني استاذ اعضاء مجلس النواب، في اقتراح من دكتوره نانسي انه يتم طبعًا. تعديل العقوبات الخاصه بهذا الامر الى بالغاء او باحدى هذين العقوبتين، فبيبقى حتمي والزامي على القاضي وجوبي حتى لو في غرامه على مع الحبس. مع الحبس، مع الحبس اساسي ان هو هيتحبس حتى لو شهر. هي قالت حتى لو شهر مش مشكله، بس ده هيبقى الرادع اقوى زي ما قلنا. منضمن على العقاب. اسال ايه يعني هدفع ايه؟ 3000 جنيه مش مشكله. هي ممكن على فكره التعديل برضو وصل لحد بالنسبه للغرامات، يعني وصل لحد 50000 جنيه. ده امتى؟ ده في حاله لو كان شخص الجاني ليه سلطه وظيفيه او اسريه او اسريه او وظيفيه على او دراسيه على المجني عليها. بمعنى لو كان مثلا استاذ من اساتذتها، لو كان رئيسها في العمل، لو كان احد اقاربها مثلا الموجودين معها. هنا في الحال ده ظرف مشدد للعقوبه هنا. فهنا الغرامه هنا ما بتقلش عن 20000، ما بتزيدش عن 50000 جنيه. ده غير ان الحبس برضو بيبقى طبعا مدته اكبر، بتبقى تقريبا ما بين 5 سنين و10 سنين. بس برضو مش وجوبي. لا هنا وجوبي، هنا في الحاله دي، الحاله دي الحبس هنا فيها وجوبي. طب كويس. يعني انت عايزه يعني نسحب العقوبه دي على باقي اشكال التحرش بشكل او باخر. طبعا طبعا. سواء يعني كان الجاني مش بالضروره تبقى 20000، مش بالضروره تبقى 50000، لكن فكره الحبس حتى لو شهر دي من الامور الرادعه. انت شايفه كده؟ طبعا. طيب. اصل الغرامه ممكن تدفع بسهوله. 3000 جنيه ولا حاجه يعني. او طبعا يعني بحد اقصى 5، في حاله اذا كان 5000 جنيه. واذا كان بقى ليه سلطه زي ما قلت لحضرتك دي بقى بتبقى ليها ايه؟ بيبقى ليها قيمه ثانيه يعني. ما بتزيدش عن، في جميع الاحوال ما بتزيدش عن 50000. وحتى في الملاحقه 10000 حضرتك قلتي لي حد اقصى؟ 50000. في الملاحقه؟ لا في الملاحقه من 5000 ل 10000. حد اقصى 10000. 10000 برضه ممكن صح. فانا صح. الحبس طبعا هو اللي حقق لي الرادع. طبعا. طيب انا عايزه اسال، هل العقوبه اذا ثبتت الجريمه دي على الشخص هل بيبقى دي من جرائم المخله بالشرف ولا دي مش من جرائم المخله بالشرف؟ طبعا يعني مخله بالشرف. طبعا ماسه بالشرف ومخله بالشرف طبعا. ولما واحد يتعاقب على اساس ان هو ارتكب جرم زي ده، فحشه من الفواحش. احنا لو هنتكلم عن راي الدين، فحشه من الفواحش. في لا في نظر القانون هل دي من المخله بالشرف؟ طبعا تحرش. طيب ده ممكن استنتاج. لا استنتاج ولا فعلا هي من الجرائم المخله بالشرف؟ لانه لو هي مش من الجرائم المخله بالشرف انا بتصور انه قوي يعني بيستنكروا المجتمع ككل. انا فاهمه. لكن هي ممكن يقول يعني انت عارفه لما الناس هو عامه ان هو يشوه او تشوش. على فكره تقدر انها تشوش عليه، على فكرة. لكن لو هي موجوده في القانون ان دي من الجرائم المخله بالشرف، هي مخله بالشرف مضمونا معنا، لكن هل هي مدرجه من الجرائم المخله بالشرف؟ لان لو ان هي مش من الجرائم المخله بالشرف انا بتصور ان هي لازم تضاف الى هذه الجرائم، لانه هي ده شكل احنا مختلف للضغط على الشخص انه ما يقومش بالتصرف، لان هو مش هيسيء لنفسه بس هيسيء طبعا لنفسه ولعيلته واسرته واسم عيلته او هكذا. بتتعامل معاها على انها جنحه لا تصل الى مصاف الجنايات الا لو ارتبطت باغتصاب او باستعمال قوه. في الحاله دي بقى بتتحول هنا التهمه ما بين تحرش الى اغتصاب، ومن جنحه الى جنايه. العقوبات طبعا بتوصل لاعدام في كثير من الاحيان. فطبعا لازم. طيب في الحاله دي هتعتبر برضو جريمه من الجرائم المخله بالشرف طبعا. طيب رايك ايه بقى فيما انت قلتي لي؟ انا هقول لك اللي حاصل وهقول لك بقى وجهه نظري في وجهه نظري لما كنت بتكلم على عقوبه الحبس دلوقتي. وقلت ان انا عايزاها تكون عقوبه وجوبيه وشطب والغاء عباره او باحدى هاتين العقوبتين. لا انا عايزه عقوبه حبس وعقوبه غرابه الاثنين مع بعض.
يعني ما يبقاش في تخيير بالنسبه للقاضي. لا فهمت. لكن فيما يخص السؤال اللي سالته لحضرتك باعتبار انه التصوير التسجيل وما الى ذلك مجرد قرينه، القانون نص واضح. انا فاهمه ان القانون نص واضح، بس هل ده يعني يليق بمعطيات العصر والحياه اللي احنا عايشينها حاليا، ولا انا لنا الاوان بان احنا نتحرر من هذه يعني الامور ونعتبرها دليل، او انه يتم بشكل او باخر يعني الاعتراف حتى بالتصوير الكاميرات اللي في الشوارع بيتم الاعتراف بها كدليل، بيتم تفريغ الكاميرات كقرينه يعني. لكن مش دليل، لكن تقدري تقولي انها قرينه قويه برضه، يعني بترقى يعني في كثير من الاحيان بترقى الى مرتبه الدليل. ده لانه هو فرض نفسه، يعني الامر الواقع فرض نفسه، ليه ما يكونش في تعديل قانوني؟ لانه طول الوقت احنا ملتزمين بنص، النص الى الان لم يسمح بالتسجيل او بالتصوير الا باذن النيابه، فممكن قوي الناس تخاف انها تسجل او تصور لحد رغم ان هي هتكشف جريمه، لانها ممكن تبقى تحت طائله القانون. ليه ما يبقاش في تعديل في المنطقه دي، ولا انت رايك ايه في الجزئيه دي؟ ممكن، بس عايزه اقول لحضرتك على حاجه، يمكن احنا عشان بنتعامل مع التحرش لغايه النهارده على انه حالات فرديه مش ظاهره عامه، يعني اعتقد ان ممكن جريمة تعديل جريمه بس بتحصل يعني طب مش عايزه اقول انها بتحصل على طول، لا. وفي نفس الوقت عايزه اقول لحضرتك على حاجه، نسبه البلاغات اللي بتتقدم قد ايه؟ قليله جدا. مش مسألة خوف بس عشان الكاميرات او التسجيل مش دليل قوي او ما فيش اذن نيابه، لا، احنا عندنا ثقافة مجتمعية بتمنع على البنت للأسف الشديد ان هي تبلغ عن حاجة زي كده. انا خايفة اروح اسم، انا خايفة الناس تعرف، انا خايفة، في حاجات كتير جدا بتدور في ذهنها في اللحظة دي. تمام، لكن انا بتكلم بشكل عام على فكرة، ما بتكلمش على بس جريمة التحرش، انا بتكلم بشكل عام ان يتم تغيير فكرة استناد الى التسجيل او التصوير كقرينة الى يرتقي لفكرة الدليل في كل الجرائم. انه مثلا على سبيل المثال لو في رشوه مثلا انا بتعرض لها، صعب قوي ان انا اروح اخد اذن النيابه وارجع مره تانية يكون خلاص الفكره انتهت. انت عايزه تعديل قانون الاجراءات الجنائيه بقى. تمام، قانون الاجراءات الجنائيه. ايه رايك في ده؟ وبيحصل حاله تلبس، او حتى لو في كاميرا او في حاجه مصوره، بس يجي بعد كده ابسط محامي يقول لك لا ما فيش اذن. بالظبط، هو ده اللي انا بقول عليه. طبعا. طيب، هو ده منتظر على فكره يحصل في الفتره اللي جايه ان شاء الله، يعني في التعديل والله. في التعديل المقترح باذن الله. يعني طبعا انا ما اقدرش اجزم او اقول حاجه، بقى في اعتراف لكن على ما يعني حسب ما يعني سمعت وحسب ما قرات هيحصل باذن الله، هيبقى في تطوير وفي تعديل. بعدين بالنسبه للتسجيلات احنا بناخد بيها مثلا في زي جرائم القتل مثلا، جرائم السرقه، سرقه البنوك مثلا، بناخد بيها النيابه، فريق النيابه لما بيروح يتحرى اول حاجه بيعملها ايه؟ فرغ الكاميرات ويشوف الادله، وبياخد فرغ الكاميرات اللي هي بياخد لكن فكره بالتصوير، بياخد بالتصوير. لو انا مسجله مكالمه بنتك يعني حاجه معينه، لا شفتي ما هو ده منتظر ان هو يبقى في مقترح متقدم ان شاء الله. على فكره في ناس كتير قوي من اعضاء مجلس النواب المقرين بيتابعوا البرنامج بشكل جيد على فكره. طبعا، فممكن حضرتك توجهي لهم رساله، قولي لهم احنا محتاجين يا جماعه، احنا محتاجين تعديلات في هذا الامر، محتاجين تعديلات في هذا الامر. هو اوريدي على فكره المقترح ده موجود وبيدرس جيدا دلوقتي، منتظر يبقى في تعديل شامل في قانون الاجراءات الجنائيه. اتمنى ذلك. طبعا. طيب، لو واحده تعرضت لفكره التحرش، تمام، من خلال رسائل جات لها مثلا على الواتساب، على مواقع التواصل الاجتماعي، تعمل ايه في الحاله دي؟ سخيفه يعني فيها تعدي، فيها تقريبا تحرش، مش تقريبا، فيها تحرش، لان حضرتك قلت لي قول او فعل او اشاره يعني. طبعا بتقدم بلاغ، طبعا يعني في حاجه زي كده. تعمل ايه؟ مفترض تعمل، لا قولي لي الخطوات. يعني في مباحث الانترنت، في ناس ممكن تمسح خوفا يعني، او في دلوقتي كل يوم على فكره في تقنيات حديثه جدا، كل يوم يعني عارفه يعني قدامك، ممكن يعني اذا لحقت انها تاخد سكرين، لحقت ان هي تثبت ده، تقدم بلاغ طبعا. تحتفظ بالنسخة دي؟ تحتفظ بالنسخة طبعا، وتروح لمباحث الانترنت طبعا، تقدم بلاغ. مباحث الانترنت مش الاسم العادي يعني؟ لا، اي حاجة تخص وسائل التواصل الاجتماعي، مباحث الانترنت. طب هما فعلا بيقدروا يوصلوا طبعا للمتهم، يعني هنقول متهم لسه لغاية دلوقتي. تمام، في كثير من الحالات طبعا، بس انا بقول لحضرتك هي الحالات اوريدي اللي بتتقدم تبقى قليلة.
يعني حتى ممكن واحدة بيضايقك الموضوع ده؟ طبعا، بس لو واحدة ممكن تقول لك ايه، تقول لك لا طب هروح، طب مش عايزة ادخل اسم، مش عايزة اواجه. مش بالضرورة على فكرة هي تكون خايفة انها تخش اسم، في ناس متشككة ان هم فعلا يقدروا بيوصلوا للجاني. لا طبعا، لا لا لا، بيوصلوا طبعا. بس هقول لحضرتك على حاجه، هي مواجهه المشكله دي، يعني هي المواجهه في حد ذاتها سبب اساسي ان احنا نقضي على الظاهره دي او طبعا على المشكله دي. طبعا، يعني طبعا انا اقدر اواجه، ان انا اقدر اخد خطوات جديه، ان انا اقدر ان انا ابقى قويه. انا صاحبه حق، انا فخايفه ليه؟ انا صاحبه حق. فاحنا محتاجين برضو توعيه ثقافيه، محتاجين يبقى في شجاعه اكتر من كده، في تغيير يعني في الثقافه بشكل عام. انا عايزه اسالك، هي العقوبه دي واحده على اختلاف شكل التحرش؟ يعني بمعنى اللي قال كلمات هي عقوبته هي نفسها؟ اللي قال، اللي عمل فعل، لا هي عقوبته نفسها لل يعني عمل اشاره او ادى ايحاء؟ الافعال، ما احنا بقى هي نفس العقوبه؟ طبيعه الافعال هنا، يعني اذا حصل تلامس زي ما انا قلت من البدايه في بدايه الحلقه، هنا العقوبه هنا بتتغير، وطبيعه الوصف الجريمه في حد ذاته بتتغير ما بين من تحرش الى هتك عرض في الحاله دي. طيب يعني بدل ما هتبقى جنحه هتبقى جنايه. العقوبه كمان بتبقى اشد، ممكن توصل، يعني العقوبات بالنسبه لهتك العرض بتوصل ل 15 سنه، غالبا بيقضى ب 10 سنين لتحقيق الرضا العام. فطبعا اللي قال كلمه، لا طبعا يعني تفوه باللفظ، غير ارتكب اي فعل مشين يعني ادى الى هتك عرض المراه. في بعض الناس تقول ده مجامله، ايه ده تعبير عن جمال المراه مثلا، او تعبير عن امر لطيف يعني. في ناس قالت كده في كمان استدعوها في النيابه، قالت الكلام، احنا ما نقصدش على فكره تحرش، احنا بس بنقول ان المراه دي جميله، ايه المشكله يعني؟ اقول لحضرتك على حاجه، هو القاضي ليه سلطه تقديريه في كل ده، حسب بقى كل ظروف وملابسات كل حاله على حده. اولا بيراعي والمتحرش في حد ذاته، يعني مثلا لما يجي مهندس يتحرش بمهندسه زميلته، غير مثلا ما يكون مثلا بائع من البائع الجائلين يتحرش بسيده مثلا. نفس التحرش لا، بيراعي هنا ظروف معينه. ظروف ايه؟ ده بالعكس يعني. لا تحرش تحرش بكل بيراعي. ايوه، بس المهندس بيشوف بقى بيئته، نشأته، الوعي الثقافي عنده، مفترض طبعا ان هو عنده وعي ثقافي. طب ده على عنده فكره وعي ده ملوش قانوني. في نظري انا ده ملوش حجه، ده ملوش، مش منطق. هو انا بقول لحضرتك، هو القاضي ليه سلطه تقديريه، يعني ممكن ياخد بده، ممكن ياخد بده. يعني ممكن تلاقي المهندس ده واخد سنتين مثلا، وتلاقي البائع ده واخد شهرين. يعني نفس الجريمه ونفس الفعل، لكن العقوبه هنا اختلفت. ياخد في اعتباراته، يعني في حاجه درسناها في القانون الجنائي اسمها تفريد العقوبه. بياخد بمعايير تانية خالص. بمعايير. بس العقوبة واحدة بالنسبة للرجل وامرأة، يعني لو امرأة قامت بتحرش هو نفس عقوبة الرجل اللي قام بتحرش. بس هو حاجة هو ساعتها رجالة قالت احنا كمان بيتم التحرش بينا، قلنا لهم طب اوكي، ما احنا رافضين فكرة التحرش. انا بس هقول لحضرتك على حاجة، انا ضد المسمى ده بالنسبة للرجل، يعني في حاجة اسمها تعرض مادي. يعني لو واحدة عكست واحد مثلا، خلينا نتكلم باللغة الدارجة، يعني ممكن يروح يقدم بلاغ في الاسم. طب هيقول ايه في البلاغ؟ ان فلانه الفلانيه تعرضت ليا، وبياخد عليها تعهد بعدم التعرض ليه مره اخرى. طب ليه؟ تعرض مادي. ما التحرش في حد ذاته والاغتصاب دي جرائم ارتبطت عندنا في القوانين وفي الاعراض بالانثى. لكن انت ليه رافضه فكره التحرش بالنسبه للرجل يعني؟ مش عارفه، بس هل هيتقبل الرجل ده؟ يعني في حاله يعني حضرتك مثلا صادفتيها او سمعتي عنها ان هو راح قدم بلاغ؟ انا شخصيا لا، بس ممكن تكون موجوده في المجتمع يعني. موجوده، بس هو التحرش عندنا دلوقتي بيتكلم عن الانثى. ده في فيلم مهم جدا اتكلم على الفكره دي، شباب امراه، يعني دي فكره مهمه جدا. موجوده، انا ما بقولش لا على فكره. من كام سنه بعيده. طبعا. عبقريه يعني السينما المصريه طبعا. يعني كانت طول الوقت سباقه. انا مش بنكر وجود مش بنكر وجود الجريمه دي. الفكره بتتكلم عن ده، دي تحرش. انا مش بنكر وجود الفكره والله، انا عارفه، بس هي استثناء من القاعده العامه. يعني دايما زي ما درسنا الاستثناء لا يجوز التوسع في تفسيره، لكن انا بقول المصطلح التحرش، الاغتصاب طبعا اللي هو الاكثر خطوره والاشد جسامه، مرتبطين بالانثى. طب الراجل لو حصل لي حاجه زي كده، هتقعد اذا في تلامس. لا اذا في تلامس. طب لو في معاكسه او في مزاح تقيل شويه، او يعني اي تلفظ بالفاظ غير لائقه، ده يبقى ايه؟ يبقى تعرض بس. بيعمل محضر بيقول فلانه الفلانيه تعرضت ليا، وفعلا هو المحضر بيبقى كده، وبياخد عليها تعهد، بياخد عليها تعهد بعدم التعرض ماديا ليا من قبل فلانه الفلانيه. بس
كده. فانا بتكلم على ان لكن مش هيروح يقول يا جماعه انا تم التحرش بيا، ما غير لائقه يعني، لا تتناسب حتى مع وصف الرجل كرجل، طبيعه الرجل. انا بشوف ان فيها مهانه يعني، انا هكلمك بشكل اوضح شويه، مهينه جدا للرجل. هيروح يقول ايه؟ يا هيسكت حاجه يعني، هيسكت. وبعدين في الغالب كمان هو اللي هيروح يقول تحرش ولا هيقول في تعرض مادي، هو مش هيروح خالص اسم الشرطه زي ما هي ما بتروحش خالص. وهو كمان من الامور يعني العجيبه يعني، من المسائل اللي هي بتنتقص قوي من رجولته يعني. انا شايفه كده، هو احنا عندنا مفاهيم مشوهه يعني، لازم حاجة. لازم نفرق ما بين المفروض وبين الواقع. الواقع طيب بيحصل افرضي إيه؟ حد مثلا تمام، مش عارفه ده صنع فيها يعني كيفها لي قانون. افرضي شخص مثلا رجل تعرض لمضايقات من امراه، يعني ممكن تكون تكلمه هي، ممكن تكون تكلم مراته مثلا تقول له، تقول لها ان انا كنت على علاقة بزوجك مثلا، انت مش عارفة زوجك بيعمل ايه، ممكن تبقى افتراءات كلها. هل ده تحرش ولا دي مضايقات، ولا هي تروح تبلغ ولا هو يبلغ؟ مضايقات بايه؟ ايه التكليف؟ لا عقوبة ولا جريمة الا بنص. وبعدين النص واضح وكيف لنا ووصف لنا فعل التحرش ايه من خلال المادة. ده مش تحرش. لا طبعا، ما هو الوصف، ما انا هرجع لنص المادة. طب في جريمة اسمها مضايقة؟ ده تحرش ولا لا؟ في جريمه اسمها لا طبعا، والا كنا نص الشعب المصري هتلاقيه. الناس دي بتتصرف التصرفات السلوك ده بيفروا من العقاب يعني؟ لا مش بيفروا من العقاب. اولا هنا ما فيش اي تلميحات ليها اي طبيعه اباحيه، او ما فيهاش اي طبيعه اباحيه. واحد بيقول لها جوزك كذا او البيت يعني. لا دي قصه ثانيه، دي قصه ثانيه. هي مش دي ضرر، مش دي اساءه؟ اساءه بس مش تحرش. مش اساءه ليه هو شخصيا، اساءه ليه او اساءه ليها اذا سبب ده. بس انا بقول لحضرتك اهم حاجه في الجريمه الركن الشرعي اللي هو لا جريمه ولا عقوبه الا بنص. لما يبقى عندي جريمه اسمها كده يبقى خلاص هقول لك. مش في جريمه اسمها عدم الازعاج؟ عدم ازعاج السلطات دي قصه ثانيه. لا مش السلطات، عدم ازعاج الافراد او الافراد في حد ذاتها ممكن تقدم بلاغ برضه. اذا ثبت ده برضه، اذا ثبت ده، اذا ثبت ده. بس برضه انا شايفه يعني ايه وجه الضرر؟ ما يكلمني في التليفون يقول لي زوجك هنا او زوجك. لا بتزعج يا دكتور نانسي، بتزعج. مش كل الناس بتزعج بس هل معاقب؟ واضح ان انت حد عاقل، لكن في ستات لا. لا بس اقول لحضرتك على حاجه، حتى لو حصل، حتى لو حصل يعني انا بقول لحضرتك في ايه العقوبه الجريمه دي؟ طيب تصنف وتوصف على انها ايه؟ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. مش مشكلة، لكن لو ما حصلش افتراءات وواحدة بتتبلى على حد، واحدة عايزة تنتقم، إذا تم إثبات ذلك بقى بأي وسيلة إثبات يبقى فيها بقى ساعتها كلام تاني خالص. لكن هو بقيت عامة عن التحرش وعن موضوعنا اللي احنا بنتكلم فيه، عن التحرش وعن التعرض المادي وعن هذه الأفعال المشكلة اللي احنا بنتكلم عنها. طيب هل الجريمة دي فيها تصالح ولا لأ؟ ان فيها الحقيقه بعد خاص بالمجتمع يعني. لا لا طبعا هنتكلم فيها بعد الفاصل. بتخضع يعني فكره، اساسا فكره التصالح بتخضع لفكره الضرر، لاي مدى في ضرر بموازنتها او بتسمينها ممكن نقول ان في تصالح ولا لا. وبالتالي قياسا على الفكره ديت، في بعض الجرائم لا يجوز فيها التصالح، لان حضرتك انت ما يعني ما دلقتش عليا شيء وانت ماشي يعني، يعني الموضوع مش بسيط. انت ما غلطتش في حقي غلط هين يعني، فتقولي انا اسف فاقول لك طب اوكي خلاص نيفر مايند يعني. لا في اخطاء، في جرائم لا يجوز فيها التصالح لان فيه حق للمجتمع. طبعا انا بتصور ان التحرش من ضمنها، صح طبعًا ولا لا؟ طبعا صح، يبقى ما فيش تصالح. طبعا لا تصالح، صعب قوي يتم التصالح فيه حتى لو الشخصيه دي تنازلت. مش هتتنازل يعني، صعب صعب. ده انتهاك جسد المراه. ده لو هنتكلم عن برضو زي ما قلت التحرش بالملامسه، لكن مجرد الالفاظ دي يعني موضوع سهل او بسيط يعني ممكن، لكن لا طبعا. طب لو هو بيبقى هتك عرض يعني، ازاي ازاي في تنازل او في تصالح يعني؟ لا بيبقى في ساعات مفاوضات يعني، يعني في بعض الناس بتظن يعني انها ممكن بتفاوضات بعرض مبلغ من المال للشخص او لاسرتها او ما الى ذلك ممكن هي يعني يحصلوا على تنازل ما. حضرتك بتقولي لا، ده لا طبعاً الموضوع يعني خلص، ما بقاش حقها هي، حق للمجتمع، بقى حق المجتمع ككل. حق للمجتمع ككل طبعا. طيب فكره ثانيه عايزه اناقشها مع حضرتك، هل الـ 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 الافعال الخادشه للحياء بتكون على اطلاقها بالنسبه لكل العلاقات؟ لان برضو شفنا بعض الناس تقول لك ايه،
طب وانتوا مالكوا، ده مش فعل خادش، دي مراتي اصلا او دي خطيبتي. فهل الافعال الخادشه تندرج وتنسحب على كل العلاقات بشكل عام، ولا لا بنستثني منها اللي علاقتهم بالاساس علاقات مشروعه يعني؟ لا طبعا، لا بتظل مسموح. طبعا لا مش مسموح. تظل الافعال دي افعال خادشه، بتصل الى طبعا الفعل الفاضح اذا تمت بشكل علني. يعني ما ينفعش زوج يقوم باي فعل من الافعال، تقبيل مثلا زوجته فيقول لك دي زوجتي، ما هي زوجتي. لا لا لا، يعني الهدف المشرع هنا في الحاله دي الحفاظ على الشعور العام للمواطنين. يعني احنا يمكن بنختلف برضو هنا عن الدول الغرب شويه، الثقافه عندنا مختلفه شويه. طب ما ده دي فرصه كويسه عشان نتكلم عن الفرق بين القانون المصري وقوانين قوانين الدول الاخرى يعني فيما يخص المشكله دي هناك يعني او الجريمه دي هناك. طبعا اولا احنا انا زي ما قلت ان التحرش عندي بعتبره جنحه. لا هناك مثلا في دول زي مثلا الولايات المتحده او زي كندا جنايه، يعني العقوبه فيه ممكن توصل للسجن مدى الحياه. اقوى جدا جدا، ده شيء كارثي. يعني رغم الانفتاح رغم الانفتاح المجتمعي موجود هناك والثقافه مختلفه تماما عندنا، لكن لا هناك مش مسموح بده بشكل خالص. وبعدين انا برضو بقول ان هي حالات فرديه مش ظاهره برضو بالنسبه لدول الغرب. يعني الدول دي لا، اصل دول الغرب هم تربوا وتعودوا وفهموا كويس قوي المعنى ده، فهموا كويس قوي معنى انه ما ينفعش انت تتعرض لحياه الناس الشخصيه باي حال من الاحوال، وتقتحم مساحاتهم حتى الشخصيه طبعا. وما ينفعش ان انت تفرض اعجابك على امراه وغرائزك على امراه او غرائزك على رجل، ده حاجه اتأصلت في الاستيريوتايب الخاص بيهم، اتأصلت في تربيتهم، بقت خلاص من الامور زي ما بيشربوا الشاي الصبح. انا عايز اقول على حاجه كمان، الشعوب دي لا تهتم الا بالعمل فقط لا غير. فده عامل اساسي برضه ان الدول دي عندها ثقافه مختلفه تماما عننا. لكن احنا للاسف، وده برضه على فكره ده كان مطلب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني ان احنا لازم نكون دوله منتجه، لازم نهتم بالعمل، لازم نعمل ونجتهد ليلا ونهارا لبناء الدوله المصريه. مش عنده وقت ان هو يفكر فيه. ده اللي انا بتكلم فيه، يعني فهمت حاجه كده. اي جريمه، مش بس جريمه التحرش، اي حاجه بس ابسطها التحرش. يعني ما هو قاعد، مش بسيطه خالص. لا ما اقصدش ابسطها في في المعنى، لا ابسطها ان هي سهله عليه، قاعد مثلا ما بيشتغلش، بنت جميله معديه، ابسط حاجه هيعملها. عدم العزوف العديد عن، يعني عزوف العديد من الشباب عن الزواج. طبعا التكاليف الاوفر شويه في تكاليف المعيشه مش مبرر، بس مع بقى البطاله مع 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 في عوامل كتيره جدا ممكن تخليه عنده كبت، ممكن تصيبه بالخلل النفسي. مش مبرر، بس انا بقول لحضرتك انا بوصف لك ايه اللي بيمر بيه الشاب في هذه اللحظه، لان في تركيبه غير سويه موجوده، فدي ليها اسباب. طب هل ممكن حد يعني برضو زي ما فكره ان هي ماشيه مثلا مش مغطيه شعرها، مش لابسه قصير وما الى ذلك، ممكن حد يتذرع بالموضوع ده؟ اصلا مش لاقي شغل، اصل انا مش عارفه اتجوز، اصل في مبالغات في مبالغات في تكاليف الزواج وما الى ذلك، هل ممكن حد يتذرع بده؟ ممكن طبعا، ممكن الجانب حد زيه يقول ده الكلام ده ويؤخذ بيه. لا مش يؤخذ بيه، هو ممكن يقول لكن هو يؤخذ بيه. لا لا، اولا لا، بس هو بيقول ده نتيجه جهله بالقانون برضه. عايز اقول لحضرتك على حاجه، يعني جريمه التحرش من الجرائم المتلبس بها، يعني لازم فيها التلبس. لازم يعني، طب التلبس ده لازم فيها تلبس؟ طبعا، بالذات لو في الاماكن العامه. طبعا. طب ايه دليلك ان فلان الفلاني ده اتحرش بيكي؟ هذه بقى بيتم اقتياده في التو في اللحظه لاقرب قسم شرطه. اصل ممكن يتم لو في اصل ممكن الست او الرجل يتم ممارسه التحرش عليها او عليه مع رغم تحفظك يعني. لكن في الاخر ما تقدرش يعني تبقى بعديها بوقت، مش تلبس. يعني هو عاكسني قبل كده من شويه، هو مد ايده، مش هتمسك طيب في ايده يعني وتودين اسم. اولا يعني انا هتكلم برضه هقول لك على لكن على حاله. لكن ممكن يعني ممكن مثلا تصرخ، تستدعي ناس، تطلب الشرطه، تطلب مساعده من حد. طبعا لكن
مش هتقبض عليه يعني. مش هتقبض عليه، ما احنا عشان كده بنقول برضو يعني لابد من انتشار الامن في في الشوارع، المدير العامه، الاماكن العامه، زي ما بيحصل كده في المناسبات وفي الاعياد. الناس اللي موجوده في المكان. طبعا يعني انا بشكر فعلا رجال الشرطه فعلا على المجهود المبذول منهم في الاعياد وفي المناسبات. احنا بنشوف يعني يعني فعلا الظاهره دي بتبقى موجوده في اي مكان مكتظ فيه شباب، فيه ناس، فيه بنات. لا طبعا يعني. طب دلوقتي لو ما فيش مثلا افراد الامن مش موجودين، وافترضي ان انا مثلا حبيت ان انا لقيت حد عمل كده وعايزه اخده مثلا، عايزه احاسبه، عايزه اعاقبه، عايزه يعني اخد حقي. يعني هقول لك مشهد من الواقع. بنت اتعرضت لتحرش، صوتت وطلبت الناس والناس تلموا عليها، مسكوا الولد ده تمام وخدوه تمام وادوه الاسم تمام. هل دي حاله تحرش؟ تلبس؟ وهنا طبعا تلبس. لا تلبس لازم يبقى فيه فرد امن موجود. مش موجود. مش موجود. طيب في الحاله دي يبقى شهاده الشهود. في الحاله دي بقى شهاده الشهود بتاخد الناس اللي خدوه مسكوه راحوا بيه، دول شهود على الواقع. الواقع تمت على مرأة العديد من الافراد. يعني ففي الحاله دي بتقدر تاخد حقها. لكن اللي بيحصل ان هو ممكن يتحرش مثلا ويجري او يهرب، ما عندكيش بياناته، ما عندكيش اي معلومات عنه، حتى لو روحتي حدود لي بمواصفات. طب البيانات الشخصيه ما فيش. شوفي احنا دلوقتي هنرجع لنفس النقطه اللي احنا اتكلمنا عنها من قبل. فكره رقابه المجتمع واستخدام التكنولوجي في الصالح طبعا. يعني فكره مراقبه الشوارع في مصر. ايوه ده اللي انا قلت بيه. سواء من جانب الحكومه في الميادين او القرار اللي انا عرفته انه بقى موجود للترخيص، لتجديد الترخيص او انشاء ترخيص للمحلات، انه لازم يبقى فيه كاميرات جوه وبره. طبعا ده شكل مهم جدا من اشكال مراقبه المجتمع لنفسه. بيفضل بس التعديل التشريعي اللي احنا كنا بنتكلم فيه، انه يؤخذ مش كقرينه، كدليل. انت عايز ايه اكتر من كده؟ ده متصور. واذا كان في اديتنج او اذا كان في مونتاج او خايفين من الامور دي، هم شطار قوي على فكره في انهم بياخدوا بالتسجيلات. على فكره بياخدوا بالتصوير. لكن بالنسبه بقى لتسجيل المكالمات دي قصه ثانيه، يعني احنا كنا بنتكلم فيها برضو من شويه. لكن بالكاميرات طبعا بياخدوا بيها، حتى لو جريمه تحرش والظبط فلان الفلاني انه قام بالفعل. يبقى احنا عايزين برضو المكالمات تتسجل، بس الكاميرات بقى الكاميرات تبقى موجوده في كل مكان. طب افترضي ان الفعل ده حصل في مكان ما فيهوش كاميرا. بس بتصور ان ده بقى من الامور الموجوده تقريبا في معظم الاماكن. يعني معظم الاماكن، لان بقى في قرار اداري. مش حضرتك مش هترخص الا لما يبقى في كاميرا حضرتك مركبها طبعا. المحل بتاعك جوه وبره، يعني عشان يعني مش بس تحمي محلك لكن كمان او مطعمك او تيفر، لكن كمان احنا بنراقب الشارع لربما يكون في جريمه. المشكله دي بس ممكن تكون مثلا تتعرض ليها البنت او الفتاه لو هي في مكان مثلا خاص ما فيهوش كاميرا، هي دي المشكله. لكن الشوارع والميادين العامه طبعا في كاميرات موجوده بلا شك، يعني سيستم المراقبه كويس جدا يعني. طيب. لكن هي الاماكن الخاصه زي ما قلت لحضرتك هي المشكله هتكون فيها، لو ما فيهاش اي كاميرا او اي وسيله اثبات ثانيه، معهاش شهود، ما فيش تصوير، هتبقى مشكله. ازاي او لو جالها مكالمه تليفون، يعني لو جالها مكالمه تليفون فيها ابتزاز جنسي مثلا من مديرها في العمل، وصعب جدا انها تقف قصاده لانه ممكن يؤذيها مهنيا يعني او وظيفيا، ايه المشكله انها سجل المكالمه ديت؟ والله انتوا لو شاكين انه مثلا هي ممكن تكون ركبت الصوت او في مشكله في الصوت او حصل اديتنج او مونتاج او في تدخل باي حال من الاحوال، انا بقول لحضرتك وعرفت منكم ان الضباط عندنا شطار قوي قوي في اداره جرائم الانترنت، انهم يفندوا ده طبعًا. فيقدروا يعرفوا اذا كان ده صوت حقيقي او متركب طبعًا. بس طبعا فيبقى ايه المشكله ان احنا ناخد بيه باي حال من الاحوال؟ مفيش اي مشكله. لكن زي ما قلت لحضرتك لا ده في ناس يا دكتوره التسجيلات دي يا دكتوره في ناس خافت انها تسجل المكالمه لربما في نهايه المطاف تكون هي بدل ما تكون هي الضحيه تكون هي المتهمه لانها سجلت مكالمه دون اذن الطرف الاخر، مع ان المكالمه دي تحتوي على ابتزاز جنسي. لا مش بدون هنا بقى مش بدون اذن الطرف الاخر ولا حاجه، لا ما ينفعش. هي كل الحكايه ان هي لو تعرضت لحاجه زي كده ممكن تقدم بلاغ وتبتدي تاخد اذن من النيابه ان هي بعد كده تسجل له اي مكالمات لو اعتاد على هذا الفعل. وغالبا بيتعود، يعني مثلا كلمها مكالمه زي ما حضرتك قلتي مكالمه فيها ابتزاز، اكيد هيكلمها مره ثانيه، هيكلمها مره ثالثه. في الحاله دي بتبلغ وبتاخد اذن النيابه. والاذن النيابه بتحصل عليه بشكل بسيط؟
ولا يعني بيبقى اجراءات ليه اجراءات معقدة؟ طبعا ليه اجراءات طبعا على حسب برضو كل حاله يعني حسب. احنا محتاجين اعاده نظر حقيقه في هذا الموضوع. القانون اولا هو منتظر التعديل اللي انا قلت لحضرتك عليه، منتظر يعني حدوثه ان شاء الله في اقرب وقت باذن الله. فاحنا انا مش عايزه اتكلم على حاجه بس، ولسه المشروع يعني اولا هو في طريق، اثنين في مواد كتيره هتتعدل من ضمنها الماده اللي احنا كنا بنتكلم عنها، من ضمنها برضو يعني موضوع التسجيلات، موضوع اذن النيابه اللي دايما طيب ده بيبقى ثغره يعني ثغره في قانون الاجراءات الجنائيه للاسف الشديد. طبعا وسببها بيتم يعني افلات العديد من الجناة بسبب حاجه زي كده. طب يعني هي فرصه طيبه ان احنا يعني نمرر هذه الافكار طبعا، وهذا المشروع ما زال في طور الاعداد. ربما احد منها من اعضاء مجلس النواب المقرين التقطوا هذه الافكار وتم ادراجها في هذا المشروع، احنا نتمنى يعني طبعا. وان غدا للناظريه قريب، احنا منتظرين يعني منتظرين هذا التعديلات وهذا القانون يعني. بشكرك جدا لتشريفك لينا دكتوره نانسي اسماعيل الحاصله على دكتوراه في القانون عام كليه حقوق جامعه عين شمس.